Ebnavi Hudayem Aznu Duluvan, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Barakatuhu. Binaret Rezdar, Evde Mevhamide Metve, Yed Başu Bkhir Ben, Rahmetu Bereketet Huday Ben. Caraka deyip haskerna Huday Hatin Hizmet Avada, Etnav Bername Gülşen Dahi Viyo Vichen Yed Khalaka Avru Keda, Mefay Bgehine Veyet Rezdar, Duayat Kin Rabbal Alamin Khiru Khoshi Bekhetin, Etnav Vey Cihana Amtida Dijin, Tayyibati Milletime, U Gişti Iraqi, Ku Af الوزيت هينو اف جرجيت هين رب العالمين ان شاء الله تناهيه وامناهيه بخط النافدا ان شاء الله هر ايك دز بافيتي اشلاي خو و بينغا و بو اشتي و تشاك سازي و قنجي باشي و بافيتن ان شاء الله وكيا ديار روجن سيشن بيا امل ديوان سيدي عزيز السيده مرا رمضان قولي كنت امادنه هر جار بحثی کوبابت که اعجازت کتن ادخلك بوریدا اگر بیروابتن ما بحث اوان تشتاکر بی ین کو حرام سیداتو گلک بخیر هده دست بکی خیران دار بی دخیر ازم دخیر ازم ادگر مدا ما بحث اوان تشتاکر بی ات حرام سیدا ما بحث مراری کر ما بحث یعنی خارنا گوشت خارنا گوشت مراری بلی او حتى او حيوان حلال جبو ما بس وقت نيت سرجي كرن بدل استاي كو حرامه ما بحث خوينه كربي ما بحث برازي كربي البرازي ما تماما كربي جو براز جبا براز انا بابا دكي برفر براز براز يعني ما حتى دخلك شويدا ما قلتي افا وكي وكي مغزنا وسرجيفكا يا بيساتي ايشوجان وفانايا طبيعي دي بابا دكي برفرها سو باريما تبحث عندك ايش يدوي كربي تخلق شويدا از باورم احتمالا ما تشتكي بجي جيبوت بجا او ايش انديتر افين هين اگر تبحث لي كربا لشنا نو بابا دا كجا شدي و او حكمتي رب العالمين كو براس حرام كلي الا حكمت تدهين او حيوانات هدينا حرام كرن حتى في قوي دي اما جي بي دي بانا يا خدي وك علم وك كسن يعني يد بسبور وي باريدا كو ديار كنا كان زيان وضرر تدهنا اگر انسان اوان حيوانات هني بخوتن وك خارنا بو بو تيربين او كان ايشو جان تدهنا بله بله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دست بيك طبعا عندك تبيني بمرو في ديار دون اختي مرو بحسي وانت اشتاتك ايك شوانا افنا يعني نمعنا وي اختي علمي وعلماء وزانستي بما تشتاي قد شني كامي حرام كي عندي حلال كي نه اس دست بیکی میگوش سیدا یعنی مرا ما او تشتی خودت عالا حرام کری بله بلم بگم جانا بجین سردف نخواتی تن دام پیدان پید کت و بیجتن فعلا احبابا جبربان اگری تحایت خرام بله بجلویری یعنی بس تشتکی دی وکی ابراهیم پیغمبر صلاوت خود سربن داخل رب العالمی کی قال ربی ارینی کیف تحیی الموتا بله تی ربی نشام دکات چامری یا ساخت کی نكو إيمان بينا بي. آه رب العالمين قلت أولم تؤمن متى إيمان بينينا قال بلى بلى من إيمان بيهي ولكن ليطمئن قلبي كانت خوش أمروفي يعني باوري بتشتكي هابت أو تشت واقع جدا درك هابت وصى أو باوري أمروفي بيهي خدها بتشتكي حرام كري وغيري بالسرمان أجي ينسر في ديني جي أو جي بيجم بلى أفا حرامة أفا بكيرنا إدبيت خارني يعني دليل سر هندي بمروفي يعني مروف كيام كرديت بجنا بز سر كفركي مازن بشتا من الكفركي مازن يعني اف دينا شان عظمة طوي مازن بجال فيرا رب العالمين اف قوشتايت حرام كنين اف تكو ما جاراده اشارات بداي قوشت مرار خينة قوشت برازي حكمتي بو خودينا هادي سر جي اف ايت حرام كني سر ما اريد زانستا في قاوي او جد بيشتن فعلا اف بكيرنا ان نايت خارنين ان موضوع ما هو اف طبعا او تشتي اسلام حرام كير بري 1400 سالة انت شو اختي ادم پیغمبر صلاة الله عليه وسلم چونكي حرام كير نوانا يعني نبست قرآن دبتني هاتنا نبست اسلام پیغمبر ما هاتنا وانما اش همي ديانات آيت هاتين يلا ايك بقاوه مثلا انت بحثين دا ديانات ايه كن والكي فلا ان يا جهية باولا او عراق حلال تن نخير حلال ناكن قشت برازل دفونج حرامة خ
خوين خارن دفانج حرامة يعني كدين أما خلك كده ترى أو جدا خلك يبصر ماج يلا إيش فنات خد جلبيري يعني أو تشتت خدي قوتين عينا علم زانستا في قافي علماء شار قرنتي الدنياي بصرمان وغير بصرمان يتبجن بلي أفتشتا فعلا بري يعني بري خبدن ديني هاش ديانة نينة وإنما أفقوشتا علميا ديف زانستي أفا ني خارنية أو قوتي ني خارنية مطابقي ويا أفت قرآن دهاتي خاري جبر هندي هم بجني إعجازة يعني قرآن ياد بر علمي وعلماء وزانس زانان رك وتسار دمك كده أف قرآن هاتي أف علمي بقى بوصفه هم هر نبي ما نجبر هندي يعني إعجازة شيا تسار دمك جاهلية ونزاني بر هندي هشوان نقوتي ياد بر راكري بلي ياد بر راكري مجارة دي بحثي أف إيشا كش إيشا مظن يتوان بجدنا ديدان التاريخينا إشارة بيدا يعني مثلا أباش بله 47 مليون امريكي بيت نساخن ونشن علاج ممكن حتى في غافي 47 مليون يعني نزكي 50 مليون دوله تا كم ظنه ايش سه الصدج فانات مرن وطبعا انسان يجرجي سلامتي بونينه ايش اكاديتريا هي بجني الدوده الشريطيه الوحيده للخنزير افن افي نوفي بودين افا سبب في جلك إشال دف إنساني بيدات كت إك شو أنا فقر الدم يعني خينا مروي كيمت كت يادي يعني جهاز هضمي كو يعني زادت حالي نتن ولد كت نشت شو اللي خابك كتن يعني بو جلك نخشيم جلك أبدي بو شد بتن جلك زكشون شد بتن طبعا زكشون خطرة يعني كلاش إش آوي خلاص بدي مرتن ده دل رابين أبا شد كتن أف إشها الاكتئاب الشديد يعني دائما يبيجي ولا قالك يعني بجا نفسيا نيتي شويه طبعا كان نفسيا نيتي شو احتمال دخا كوجتا دائما يرجبينه سوداويه حتى هند جرى ولت ديناتي بسردات دين بن وهندك يعني وصب نفسيا عصبيا تيك تشتن خطرك قالك ما ظن بجد بشتن يا افا وقتي اف اشهاتي يا جوانا هم يا خرابتري او وقتي وكت بجن اف هيك في فان في حيواناتي في كرمي اتجهن هند عرضت بخطر جهن شن جهة خيني دا قوة شو خيني طبعا خيني جيا بلاوات بتن لا شيء هم يبلاوات بتن بس وقتي جهشت جهة خيني خيني جدي بلاوات مثلا دي بالدماغي خيني شد دماغي أو جدي شن دماغي دي بالدلي دي بتن مثلا ميلاك دي بتن بشي دي بتن حبل العصب المركزي وأفا وقتي شون ويري وقت چون ویری هر اردک جوانا دا دیوالی کن افتش اوی ها شوله خانه کت طبعا هکه میلا که شوله خانه کت خلاص هکه دماغی نکر خلاص هکه رو باکت بجن پشه نکر خلاص ولی تیتن که اف مرو و از جاتا که نخوشی که مزن بینتن دماغی که بچه تیتن اف مرنی تیتن پشتی وان نخوشی همیا یعنی مرنه اوید بجن چت بجن وی الدوده الشریطیه الوحیده للخنزیر يا دي ترى إيش أكادي يعني يا هاي عندك كر نوع أكيد كرمال. يعني سيدا في وقتنا تا يعني وقتي أبد توشي نخوشيات نسخيات بنش خارنا قشتة برازي علاجون جاب زحمته. كلا بزحمته. زحمته. يعني يا بزحمته و يا وقت بيجن. ما نبشت أمريكا أمريكا كانت بشكتيا الدكتورين يا داد درمان داد هم يتشتادا. پاره هی تشتی هی نشیا سایتر سر بیب کن. و احصاءات تو آن بخواب خوان و آن بخواب خواهد بالا وکیل. نه معنی و هندکاش نیخواگوت نه. إيكادي تري كرما كيدي تري بجنة الحلاقية ديدان الحلاقية وكيد دودة الإسكارس إيكادي خطافية إيكادي بديدان المنشقة اليابانية أفهرس أفتشان وفايد بودينان أفا شتكن أفا نزيفة لشيدا شتكن خين يعني رهيت خين كنت كن عرضا كنت كن أو عرضي خين تيرات شت وخينش مجال خدرت كابتن طبعا اختش مجال خدر كابت جلا خطرة دي فقر دم بوشي بتن يعني خيناوي دي كيم بتن ود بیشتر وقتی اف هیکت هایی وی خرزه وی کرمی چون فقرات آدا آن جهشتن یعنی اویدی دماغی دی چلی ات شلل کامل دی بوی مرووی چه بتن او دی بدماغی که چه تشتیجی اپ مرنی حتی بیشتر سلسله که دی یعنی هجمار که دی یا وان کرما و جراثیما بکتریا او انکو تدمیرا لش انسانی دکن دمرين يعني شو تشتي تينا هيلن
مثلا قال لك ايش اللي تلد في التهاب القصبة الهوائية سلي كوليرا تيفوي نزيفة يا هردومي يعني يا بشي يا ميلاكي تعفن الأقدام بيت الرزن داء البروسيلات أف أمراض تهامي أو يشكو إش ناف جليشي تشيد بن أو جليشي براز جليشي تخطن ونقلت بن لشيوي وأوي قوشتي بخطن أنشيري بخطن أن دهني بخطن أفا بنقلت بن طبعا يعني شين بجين جشي وبي بيساتية همي بيساتية بجا مثلا بقى رب العالمين أوي تشيكي زرائي الويناكتن تزرائي البرازي ناكتن بقى بقى لك إيش تهين بازي فات جرتن حيوان مروفا ناجرت قال لك تهين مروفا جرتن بازي ناجرتن أن شينكاتي أن يعني هريك اختصاصي خوي بس هكا بجا إيك رابطن إيك رابطن يعني في قوشتي في بخط أذي تجي براس شو زرائي الويناك هما بيت جيت جيانا بيا سر هندي مش مجي مغناطيس هيك كيشانا بيساتيه لا بيساتيه يعني حيوانات يا رب العالمين يتشكري جنجه باقشت كتشفانا هيك افهمي افهمي ما بانا دا تشل مروفايت نا مروفت مان نا شنكاتيت مان نا حيوانات مان نا تشتك ناد ما هميش دا بن ايش وعلم اف حيوانا رب العالمين يتشكري افانا هميا باقشت كتن افا ايك شوانانا تزاني فجد بشنو قوشتي بينا خون همي قليشة همي بيساتيه ما چیکری بو فایده و کو کو بو پاقش جنگه پاقش که تندت شدیو چیکری طبعا ویری می هی او حیوانات گوشتی بخو یعنی گوشتی بخود گوشتی وی حرامه بو ما بو چی چکو نسر جکر نه نه شو ابدیا وجا قرد بین طایر بین دهبه بین هر چکی جوانا او حیوان شینکاتی بخود اغلب رب العالم با حلال کی را خب دا بچی لا وحش تر او يعني بازا و ابا مريشكا و ابا همي شينكاتي يدخون گوشتي ناخون او حيوان هر دوكا بخط گوشتي و او ديا بخطن او خطر ايو مازن ابو چي چكو انسان جيو هر دوكا تخط انسان جيو گوشتي تخط او شينكاتي يجد خطن براز جي شوانانا شينكاتي يجد خطن گيا يو وانتشتا او گوشتي يجد خطن اذن اوات نيزي كي ايكن اشتوانا يعني اف اشتوانا وغيرن عينا افاجي يبي ابي يدخل سيد عفو احتمال يقول بي سي ار بي كد لوازي بي سي ار هيك الريفي يعني وك الشرع حلال بيدخلنا يعني خدي بني او خلاف النف علماء خلافه خلاف هاي شنكي افا غوشتي تدخل ها تا كلام كلي ابي غوشتي تدخل يعني حراما بجا استثناء جرى اخفت انت مثلا ذاك جرى قولت هين بجن الريفي يدرست ابي تخورنا يعني هند استثناءات يتهنج بلي في مثلا كما قلت يخين هميت حراما دخين يد حلال كده بلي اف حيوانات مثلا سفو رجبل كي احتمال كل بيت هينو تشتي بيت جرتو بس سفوره وشير فرقة كيالك ما ظنت نابين دهي جبر هندي خلاف يا شيء بتنابين علماء هندك بين أبد درسنا هندك درسني أو موضوع كيف فقهية إيش أكاد تريد سيد براز بجني الحيوان الأول الهدبي المعروف بالقرابية القولونية يعني يا با جتن قولونية أف إيشا وكيد بجن أدقهة عضلات يدلي ومصدر ويجي كش برازي تيتن بوكي بو إنساني و ايش اكا وغيره جي يعني جوي وغير دشت يدي تري اوان مروفات جرتن و وكيد بجنبو مروفت ماجي وقت قبل خارج دي سيدة ولا عزل جهكي مي برازة خدان كي باش شول الدين سيدة عزل جهكي انا اخون بوشتي برازية انا اخون بس امي المطعمكي امي كابلت كين ان امي بيتن بشت اف ايشاها بجني القربية القولونية اف ايشاها وان مروفات جرتن افت خدان كرنا برازي وسترجي كرنا برازي وكفل كرنا برازي يعني تيكل يال جلجك ايش فدنا لا خورنا هرسي بيشتن تربية الخنزير ذبحه وسلخه خدان كرناوي و سرجي كرناوي طبعا وقت بيش سرجي كرن يعني قوشتي ويجي قد كتنو او ديب كتن وسلخه كفل كي طبعا او اگر خدان بكتنو جي بگرد سرجي كرن چوانا ني بتري او تشيش نافداتيتن و كفل كرن إيشا بينجي أبيتكو قوتيت بجني المثقوبيات مثقوب يعني ثقب كنت كتن يعني بجا وقت أبا تشت لاشي دي لاشي كنت كتن يعني دي تشلي كتن بشت أبا الريفيكات جرتن أبا الريفيكات زادي ومعيدات جرتن وأبي دي بشي وميلاكي
و شيء يعني أودي خنزير أبقيك شفانانا كو أو جهة أولي جهش يخنزير لي أو هكا إيك بشتويري دي أبي فاقيرتن وجا أوي قوشتوي بخوتن أبا أكيد يا مصطربت بلي الفيري بحثت كان بيشتن سيرفون تشتهم يعني برا خديني قوشت يا هاي برازي و شو تشتي هاي دهني هاي قوشت برازي جلك يب زحمته ابو حلاندني كما عيد بحليمتن چونكي قوشتوي جل دهني تيدا نواكي چو قوشت حيوانات تريا دهني ويشي اهميه زياده ترى و دهني بخب خجي نوا صايب صانه هي معيد بحليمتن طبعا تقارير ودينا اش همي حيوانات دهنوي زحمت تره مجبر چی او دید کتن وان اشار دید بجا طبعا وقت دهنه نحل ها و لشیده چه چید بتن او وی گوشتید خوتن گوشت برازی بریگ بو چید بتن اف جهت قنواتت یت او دی خوین تیراتی تو چطور زرانده تیداتی تو چطور اوانا وان قنواتا دگیرن اف جهت او شریان او جه خوینه و تیرات چونه هش کت کتن او اشی دلیب مجموعه که اشی دلیب پیدا کتن او یه دوره خینه لشی طبعا دیشت ناف خینه دا خین جدید گر هتن دلشی همینه اوه گوشتی وی وره دهنی وی چواند بشتن گلک او دهنی وی جیه قویه زرانده میا های رب العالم نصاب ما چه کری چپ کت آیت وی آوا زرانده اتچن ناف معیده دا وی زادید حلینه یا اثبات بی علمیان کو پنکریاست بجنی پنکریاس نشیتن گوشت یعنی دهنه برازی حلیدت مینتن وکی خواه تلشیدا او طبعا وقت ما وکی خواه گوشت هر تشکی انسان بخواد حکم ماده چلی لازم بحل هدن دیمین تلشیدا و مست یعنی اغلب علمایت ما بسرمانا ما نگوتی حرمت انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیری بحث گوشت برازی کرد علماء شد بيجن فقاهات ما همي بحث گوشت برازيه وبحث دهني ويجيك بيجتن چونكي گوشت و دهن يت يت الجليك يعني حرامي اوي هر دو كتي دا نقطه سي اش گوشت برازي چتشتا بيج زيت رزت يعني همي ميكروب و همي يدينا زيكا في گوشت رزت بهنا كا بيجيتن فيجاتورا برا خبدي اوي وان تقريرات دن ود بیشتر اف گوشت برازی هو صنعه و ضرره و اف جیچید بن و رشولی وان چیه گوشت ویت خون بلا هر دکتر بیشتر بلا هر تقاریر بن بلا هر عالم یعنی وکی عرق سیدا ما چند ضرری بیشتر هر وقت خون جی یعنی بیشتر هندت استشند که فاخن یعنی وی گاوی احتمالا مسترین گوشت پترین ترین گوشتی تا تخارن گوشت برازی بیشتر جویره هندک تشدید ترجیح چید کنش وکی بیشتر مروف نشط يعني صحبات جبت ريفيكيت برازت اينن بجنة النقانق السوداء ريفيكيت برازت اينن وتجيخ هنا ويتكن ودهني ويتكن قد بجن افا يعني شوان تشتانا افيدكو وقت مروف تخطن دلين الزادي فات بات مشهياتن طبعا فيجا وقت افتشتهاتن شكرني هنده مادة دي كنت دا دازي خراب نبت او مواد جي تشتن وكيف يقول في جلجة أفخار نت ما بوش أف إيش الزحف بينا مثلاً في جاوي أف تشتي معلب همي زيت الرزة شير هكذا تدوس على تبشت هنجر هافين ده دش ليه دي خراب بتن شير دي خراب بتن باش أو شير بهيفاب مينة المعنوية شيء تشتكي كري الناف ده بجني مواد حافظة ضاب مينة وكيخة وأو مواد جهامي تشتن بوتشتت حلال سرطان بمر بيشتكن فكيف يبرازي طبعا يبرازي قوي ترى دهني قوي ترى زيت 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 الرزة سيدا ما قد تحكي اف اي شو جانت هند زحفت ناف ناف دنيا اهميه ده يعني قام بس بحسي جواكي خوب كن ملاتي خو تو تشتر زاني العمري و كانجي اف اي شيد في غوبي هند بربلاف تو يسر دمي ده بينا كانجي ابزختها بيو كانجي سكري هبيو كانجي قولون هبيو كانجي يعني اف اي شيت هندت بربلاف وزحف اخر عالم خلقي نافدون هر نزانين هر نگه هشت بینه هر پیدا نبینه بو چکیش وان خار نت وقت آماده پیدای اوید کو اف ماده هت این ناف دا بوهندی دا خراب نبود یه ماده که یه خراب کاره ماده که یه زیان بخشه یه امید خون روزانه افتشید همیت ولی هاتین
و سردمه کی دا افتش دمت خارن یعنی باب و پیل دمت خارن همیه افتش دی ساخلن بی خمالی بی دیری وان ماده تنه بی بله او بگوی تشتی خواهی حلال و جفا کیف او حرام طبعا دا بما دیار بتن اف دینه رب العالمین چوا اف دینه هنارتی چند تی پاکشه چند تی بجینه چندت مصلحت امرو وی داند صحت امرو وی داند ات همیت شم رو وی الفیر یعنی بهش اف ماده تا که سرطان شد کن اوی بحثی یه برازد کتن او خواب خواهید به سرطان شد کتن بو چی چوک اف ماده داخل زی خراب نبت اوی وید خوتن یعنی جلک ایشت یه معقد بو پیداد بن همیج ماده سرطانیه بیشتن یا علمیا دیار بی او کسی گوشتی برازی بخود و دهنه بی و خوینه بی دی گلک ایشت مزن یه سرطان ده پیدا بن یک شونه بین سرطان قولونی ریویکاستیر مستقیم پروستاتا پنکریاس اوا ام بجنی زرانده مراره ریویکا کوره و هم میس اوا سرطان واند گرتن رحم دف جنکی برسنگی توی جه شیری اوا سرطان وان شد بتن و گلک ایشه دی تری جی جه چد بن یک شونه بشتن قرح الجهاز الهضمی کلت بتن معیده کلت بتن ایدی نشد شولی خب کتن ايش اويديات جرتن باقي اوان ساقط بيا مش اوجي بردوامي زائده الدوديه افا بجني ريفيكا كورا تليف الكبت ميلاك بيشت بتن دماغ التهابت جرتن عضلات لا شيء يعني يدلي التهابت جرتن وش براس عوامل رئيسي ايكي ابو فان ايش حتى بشن دك ايش دي تريت هيني بكتيريا لسا اش برازي نقلت بمبو انساني حمى الملطه بجنس السالمونيلا جمره الخبيثه درن الدرن الكاذب ديزونتاريا اف ايش تها همي ايش تشبن شخورنا غوشتي برازي رب العالمين قران دابر يزار وشاصات صلى شقوتا انما حرم عليكم الميتة والدم واللحم الخنزيري الفيري ما عندك يعني اخر تقارير غربي سر خارنا غوشت برازي كان معلوماتك سردان جاد بيشتن طبعا في علماء وقت برا خدني بيشت عالمك يي مازن يي بسرمان بي بسبب شي بيشتي زانت اسلاماتيه دات حرام غوشت برازي بتخارني يعني قلت اف دينه اسلام بيشت حرام غوشت برازي بتخارني قلت يا قلت اف دينك راست اف مروفا بس بو هندي قولي بي كو گوشت برازت اسلامتي دا يه حرام كري قلت افا دينه كي درسته چونكي علم و عقل و همي تشتي اوه تشتي مروفا بعقل و زانا اوه تشتي بجن بجال فيري هندك آخر تشت يعني بجي تقريرا تقارير غربي سر گوشت برازي بیشتن تقریبا 15 دید گوتیم بس احتمالا مجال نظام کنیم بیشین چند داشتیم بیشین ایک شوانات بیشتن 15 تشتیب دیدا گوشت برازی دا که اوه آخر ابحات غربی و کولرت یه زانستی یا گوتی اوه تا ضرر نیت خوار نینه ایک شوانات بیشتی یعنی اوه دی برازی روی که توی تجیجی تشتی پیسه و هر تشتکی پیس پیساتی خواهو یه حیوانتا و تشتی یه پیس کلخیت رزی و اوانا هم میاد خوتن و یه تخواهو یه حیواناتی دیتری طبعا اوه ایک دو بشتن گوشتی وی و دهنی وی گلک مادت جهرات میجتن وکی اسفنجی چوا تو اسفنجی بکیت آوه دا یه تجیبتن عینن گوشت و دهنت وی مادت جهراوی کشت خواه بیشتن کش من دا خو... یعنی یه دیتری جد کشن خواه بس بیشن یا برازی سه جاراش یه دی مستره وان حیوانت دیتری هر گوشتکی دیتری یا برازی سه جاراش یه مستره او کسی گوشتی یعنی یه براز دخوتن یه کلاندی بیشت گلک یا بزحمتا یعنی هر کسی که زاده که دخوتن بیشت 8 ساعت حتی 9 ساعتا پیدوین حتی معیده بی بحلیده حتى يعني طبيعي بتم حاليا درسته و بيشتن جوشتي برازي 4 ساعات حليت 4 ساعات حليت شليت كي نزان دي شليكت نا حلهت اما هريك ايش خفت كتن
بجفرت كتن ناف أبدي أنا نشيت بأبدي كتن بيشتن أفاد تشلي إتن أبوي بيساتي وأبوي تشتي ودل ناف لشي همية بلاوة بتو أف إشت كوفي غافي غوتين أفا آخر تقليل جبال هندي بيشت أو كسي غوشتي يدخوتن جرعكا مازن يا مازن يا جهريت خوتن كو زيكا أف مروفا بمرتن و أزياتا كدهين لشي خو همية خاصة ميلاكي چار بشتن گوشت برازی نوکی وان حیوانات دیتری اوید زین بشت اوی حیوانات دیتری لشیوانا یکونه یعنی خوه جی درد کفت خوه اش لشیوانا درد کفتن بشتن یا برازی و سانینه مصمته چر ریکنی نه طبعا خوه چه دشت او سموم جهره نه اوش لشی مروگی درد کفن یا حیوانات درد کفن انسان تو پاکش کتن اوی چریکنی نه خوشبان تشتا خلاص کتن اتمینت لشیده او کسی گوشتی یو بخوتن اپ وان از جهره وان تشتا اف مروه یعنی بهارا پترش همیا مستره کمیا جهری هر وکی یت خوتن نقطه پنجید بشته گوشت برازی گلی جهره تیده حتی بشتن گلی زحمت بیت کشتنی او جهره تیده بیت کشتنی و بیشتر لازمه تو گلک بکلی نیه حتی بید کشتنه و کلندنه و جیا گلک بزحمته نقطه دی تره و را خواب دیگه ششه بیشت اوید کو برازا خداند کن الکی و خداند کن گلک نیزی که جهت مارا خداند کن مارا و جردا و مشکاوانا بیشتر خواستن ماری بیشتر برچی چونکی همه براس مارا وکیت بیشتر خودن ای باشه وی ماری جهره یادی تو زنی چل حیوانات هات که تو وقتی پیوددتن جهره وی ماری تأثیر البرازی ناکت یعنی زن جهره وی که چنده تأثیر البرازی ناکت براز همات خودم وی نخمه اف مارت مزن یت اویدیه بیشتن چند جهره وی قوی بتن نشیتن برازی بکوشتن و براز وکی اویدیه همه یت خودم نقطه هفته بیشت وقتی برازی سر جید کن کوشتوی یعنی پیگ و اف حیوانات دیتی میکروب هجوم دنه و کی غزب چناف ده بوان یلا خوشه اف میکروب دیتری اف یعنی باکتریا بیشتن پنجارا اش هر گوشت کی دیتری میکروب قستا گوشت برازد کن و فتره کات کم جدی برای خودی گوشتی وی تجی اف میکروبا بین و اف تشتا بین اوید کو یعنی روف نشد بیشتن صحبت سرگوتن اوی احتمالا گل جاره دی چلی ایتن دلیم روی ناشد زاد نقطه دی تری یا هشتید بیشتن گوشت برازی گل ای بکتریایت ضرر یت دیده اوه و گاوه ما بحث جی کری طبعا اوه تقاریه تاویدی نه یت امریکی نه یت غربی نه دود الشریطیه گل ای دی تری یت هین حتی بیشتن درجه حرارت یعنی تو چند بکلینه تو چلی بکه ناپاقش بتن اش چه تشتی؟ اش وان میکروبا اویتین گوتنه بجا هم دین ویگا به سر او چه دینه؟ او چه پیغمبره؟ صلافت خود سر بن که رب العالمین هنارتی بری غرب زانت ناوی خواب نیستن و دنیا همیه معلومات که سر وی حیواناتی ابزانت که یه خرابا انی باشه رب العالمین یا حرام کری ات کتاب دا نبو ما بسرمان ابتنه بو همی بشریتی أفتني بس أن بيجن أف قرآن جدف رب العالمين هاتي أف بيغنبره رص بيغنبره خدية صلاة قد السربن أف دينة شترين دينة سري عردي هاتي وطبعا إن الدين عند الله الإسلام بل نظام كاني وقت ما يما يسيدا كلام كي حكي حتى تشتغل الفيري دي موضوع كي دي تري بحث جيكي هر سربي هر جيري داي بيبا بلي تغییر که داد دید اف چنده جد گود نظام کات نفس حبت داده هیا یا نه گودی بو یعنی ایکش سالو خطید ایل دف برازی جاوازد گل حیوان دیتی گیانوار دیتر او حتی اتناف گیانوار دا وقتی مثلا ایک نیر ایک میه بخواه اکامت هل بجیرد هر گاوکا ایکی دی نیر تعرض یا می بی اوی دیتری شرید کرد حیوانات دیتری شر دیتری کرد قبیل ناکت یعنی
تدخلية مي ببت يعني أبوها ولا مخبتا بس بيش براس دف وان عادية يعني هر وكي دح عشا بشن دف إكا يا مي جلا جلا كطبيعية بجد بشن أوصل خدا أبيت كوي قوشتي بيتخون أفصل خدا دف وان مروفة بحيدات بد حتى قوتي بوشي غربي يعني برا خدا دولة أوروبي يعني دف وان زور طبيعية حاشا دفي كشوي ما شيب كده شن قوي الجال بتشد كشوي الجال يكي ببينات يعني زور طبيعية عندك جلك تشتين دي تلاها منشن أزمان بيجا دفونا جلك الطبيعينا بجد قوتي ها أجر السركي في حاشا كان في أختني بيجي بعرياها ها أف بعريا هاي النفوان ده هاي إيك أجر السركي أو خارنا قشت برازي أو قشت برازي تخوت بحمد يخوا يعني هروكي عار و افتشت هني الدفنا مينت هست بندناكت يعني افا كتشاوية و افا جنكاوية يعني وكي بشين ملكي ويا قبلنا كاسد اين حاشا وكوي جيانا وريدتت بو هندي بو مسألة حتى انا ميسي وناجك مرو بكي انجرام بكي وصف قولاني بجين يشيشتي و بعار بله بله ابراستي افتشتا تأثير افايا هاي بگو به گله جبران خلق که مدت چت اروپا ده به سید الویری کس بحث کسی نه که چه مشکل نینه کس حقدش کسی نه برای مدت چه مشکل هست نش قنجی باشی آیا نه ده چه مشکل هست بوی نه خم فاحش الجل بیت کردنی او الجل ایکیب کیت ایک الجل مالایی کیت نامی سایی کرامت داوی توش تای بوانا خم نینه حتی وی روز جنکه که گویی گاوا که چه می بیه 18 سالی دی بیش می درک وش مال اگر ندرکت هیوی لازمه او ورقه که دلاری بدت من حق كريامن غرفك ياتيفت نفتت مالا مدى حتى بخريك هذه البينتن او هندك قد قلت والله بخش ولا هر وكي نهات بيجي بلا بچت خو خدان كتي باش هذه كيف چتن يعني وك صفات كچوا گيانه ورا وقت تيش كت خو خدان حتى فريد كفن ويدي شو لا جيني بجد هر بخال خارنا خارنا حيوانات جي تاثير گلك هاي بره خب دي عرب گوشت حشتر گلات خون چه دف عربو پیدا بي عينات بله يعني گو خنادن کسی همی آقانه و همی آبدینه و عشیرتن شبرند رب العالمینی اسلامت کی فرکر ناف عربا فرکر نه کی فرصه آن رومی بی قانون و نظام ها بینو کی داشت مقابل وان قانون و نظام را استد بینما الجزیره العربیه پرت پرت بین اوه قبیله بی کسی گو خناد دا کسی اسلامتی شیا الویر جه خواب بکتوت ناف را رابطین جلک نم مشرک جی بین بس آبدینه چه قانونت عام نبین که کس نشد سر خود بر راکتن عربا گوشتی حشتره تخون گل عینات الدف افریقی گل گوشت میمین کات خون هم ما رقاص دفوانا یعنی ایت رقص بوچی چکو میمین گلک یعنی یا سفکه و یا رقاص برای خب ده هم افریقی شو لیوان رقاص گل گوشت میمین کات خون برای خب ده مغولی و طبعا ترجیش مغولیانن ای گوشتی هسپی گل کات خون يعني قوات أبدي أبدينا يعني مثلاً مغوليش مغولية هم هذا الدنيا ذاكين وفي جبي ظهرة هر عرضك يعني إنسان الجهة كي جهة دينا بجد ما بعمر مشير أخوي إن كجدي شل الفيري سيد عفو والله نا احتمال وقت أجيك بس تا أخفتنا كير تا قوتي أبد قوشت حشتري تخون يت حينات معنا تبينام جالك جوان هنا هلویسته کی بجد کسک بجد از شوم سردان هوا لکی خواکر کو حشتره که بی بله. و او کسه طبعا شارزا بید خودان کرد و تصرفات حشتره دا گود اوی مهوانی گود هوا لخواه از یلوین حشتره تدبینم نه طبیعیه و از بجمتا اف شوه هشیار بل جهخواه ننوه اف شوه دیوه تشتگیل تاکد گودی خودان حشتره جک گودی من حشتر بری و نلمن گو من تشتای کرد بین جهخوا بجهخوا دینا و هر وکی ازید بین باب تشتای که لحیف که خوب سر دادا گوتی از چوم سر بانی گو وقتا که دمی شوی کربی هر وکی زانی همید نوستی نه حشتر ها تر خوانی زیکی رو هات راستا جه من و وجب جود کانی و دینا لوی لحیفه و یا دین تیو دینا ده هر وکی نک دلی خواه گوت مت پرتکاند اویه گوتی سربانی از کنی سربانی هندو به حشتر از کنی وقت حشتر هو سر فراکی از سربانی گوتی گرمو بردی کرد از هادم گو من حلال جنا کرد گو وقت ما سینگوی وکری گوتی دلیوی پا
هرتكي بيت سنجيدا سيدا نورست جتا بحث كردا قودي عيناتوا هابي كش احتمال افتيك زرارة كليت كت يا بفرنجيا سرد اليوي بلي جا يعني حتى بجت افي قوشتي مريش كت خن بلي وما يقلك هي وكي جزنية بلي هاتي نمو طيب قلت خلي سيدا بلي الفيري زم اختمة اختمة سيداق ادمان سيداق ادمان ايشك صالة نوطا بيدا بي بلي افا هكر انساني او خودي قوتي قهوري بلي فطرته سرهات تشيكرني قهوري بلي او ايش قلتني جنون البقرة ديناتيا تشيلا يا تشيلي اف ايش اشاوبي اف ايش اوبي رابين خورنك دا تشيلا اف ايش الدف بيدابي او خورن تشيبي طبعا تشيل لازم حي قوشتي بخ ابيدي بخوتن جياي بخوتن او رابين تشيلي كرن اف تشتيش بر حيوانات اتمينه تريفي كيتوانا سرو بيبيت وانا يعني تشتت هافي جنية رزية وانا تشكت كرن و تهيران قوشت و هستي و هستي و ريفيك و اف تشتت يت اودي يت تشتشت بين قليشي افا همي هش كرن و تهيران و رابين دان تشيلي معني مادة يت اودي دا وكت بجنية قوشتي اي شكل دافنشي لا بيدا بيت بجني الاعتلال الدماغي يعني اي شكل دماغي وان جد بجني جنون البقره ايش اف ايش شوابي بس بريطانيا برامتي صالت نوطا ببري بري 2000 نوطو بين جي نوطو تشكل غصابي قلت لي جنون البقره قلت لي لازم 11 مليون تشيلا سرجيك وكز قوشتي وان جي ناخذ ودولة جي فيجت تشلي كر ايش ال 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 اودي بيدابي التشيلي بيدابي نقل بمروفا مروف بمرن اختي مروف من السبب تشيا والله جنون البقره وتشي قوشتي بخوتن واغلب فاجرتن برامتي تنجي قوتي ام هاوجينا بينجي مليون تشيلا سرجي 11 مليون شوانا بوكي بهر بريطانيا بين وبيجتن بهاي 63 مليار جنيه استرليني أبا همیشه چی بی مخالفا منهج خوده خوده اف حیوانه چی کری کو گوشتی نخود یه چی کری چی بخوتن گیای بخوتن انسانی را بیش لیکر گو خوارن آوی بدل کر طبعا وگاوه جی بوزانین اف علف دن حیواناتا بریش بن حیوانات چیل بن پاس بتن اوی علف دن اف علف همی پیسه اف علف همی نه اوی بو حیواناتی وانما يدني وخلكي مجي علمتي على فدتي طبعا بتاثير الجوشتيت كتن الشيريت كتن افانا هميا ايش إيش يعني لي بيداد بن بجد بجدن يعني ولي هات كو افي بجدن الاعتلال الدماغي الاسفنجي يعني ايش فان ايش قلت سبب في بجد قالك يعني ضررك قالك يا مازنكر وبجدن يعني هكر جهشت انساني تقريبا دي هالصالة فاكيشتن يعني دورة ويجيشت إنساني هالصالة نا العفو حيواناتي هالصالة اتمينت الدف جركة اللي بزفرتن ويا إنساني بالصالة بالصالة احتمال اف إيش جركة دي بزفرت فا والفيري واللي هات يعني واختفي إيش حيوان قرت أن إنسان قرت أما عولي إن إنسان حيواني واختي ما يبدو مايك هاتي ذا تبزاني يعني ام هكا بهلم بجاركا دي تري كيفتا بلا انا كان جالكس باس بوتا باش تراز بسيدا جالكس باس بو بينا لي تراز دارو وين خشت بي اليوم ما ان شاء الله ومفاش في خلك جوار قرتبتن وزانياري لفا بيدا بن جالكس باس سيدا خدي خراده ان شاء الله اجر تماسن كتبو في ماندي بيني دير بير خطره خو شويه تراز دار خازين نفخير وخشي ورحمه وبركه خداي دابن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.